مساء الخير. تطرقنا إلى بعض المواضيع القطاعات، وأذكر فقط لسبيل المثال قطاعات البيئة والطاقة، الفلاحة الصحراوية، السياحة، والصناعات الميكانيكية. وتبادلنا كما اتفقنا على تبادل الأفكار في مواضيع متعددة والاستفادة المتبادلة من تجاربنا في مجال الإدارة والحوكمة. ناقشنا كذلك وتبادلنا التحاليل في الرؤى فيما يخص ملفات السياسة الدولية، وكما تعلمون من الملفات المهمة التي تهمنا خاصة في هذه الأزمة الحالية أو في الظرف الخاص هي الأزمة في ليبيا. أنا ممنون أني أنقل دعوة القيادة الإماراتية لفخامة الرئيس عبد المجيد على زيارة الإمارات. نحن نتطلع أن تكون هذه الزيارة زيارة قريبة، ولكن أيضا زيارة تطور هذه العلاقة في كل النواحي اللي ذكرها أخوي صبري، لكن أيضا خاصة في القطاعات اللي تهم شعبينا. هنا بداية جديدة لهذه العلاقة إن شاء الله بهذه القيادة الجديدة في الجزائر، وأخوي صبري أنا أعتمد عليك اعتماد كبير في هذا المجال، ولكن أيضا في العلاقة الثنائية في المجال السياسي. نعتقد أن هناك ظروف صحيح صعبة حوالينا، ولكن دائما التحديات هي فرص. هل نستطيع أن نعكس هذه الفرص لمستقبل أفضل لبلدنا وشعوب